قبل ما نبدأ فيلمنا نصلي على النبي. بتبدأ أحداث فيلمنا مع تلفزيون صغير والمذيعة بتقول فيه إن المذبحة اللي حصلت من حوالي سنة نجا منها شخص واحد بس، وهي اللي هتشوفوها معنا النهاردة عشان تحكي لنا عن قصتها في المذبحة دي. وبتسألها المذيعة عن رد فعلها أول لما شافت وشها بعد ما فاقت، فبترد عليها وبتقول لها تمنيت لو كنت أموت أحسن. ولما بتيجي الكاميرا على وشها بنلاقيه متشوه بطريقة بشعة جدا، وبتقول للمذيعة إن أي حد بيشوفها وخصوصا الأطفال بيخافوا منها جدا ومش عارفة أعيش حياتي زي باقي الناس الطبيعية. فبتقول لها المذيعة إن في جدل حوالين موت المهرج اللي تسبب في كل ده، لأن جثته اختفت بعد ما راحت للمشرحة على طول ومحدش عارف هي راحت فين. البنت بتقول لها أكيد مات لأن هي شافت ده بعينيها. فبيظهر واحد واقف قدام التلفزيون ومتعصب وبيكسر التلفزيون برجله، وبيلبس اللبس بتاعه وبيلم أسلحته وبيجهز للمذبحة. وبنروح للمذيعة اللي بتكون خلصت لقائها اللي عملته مع البنت المشوهة. بتتكلم مع حبيبها في التليفون وبتقوله انها كانت خايفة جدا وهي قاعدة معاها، لان شكلها بجد فظيع جدا وليهم حق الناس يخافوا منها. بس بعد ما بتقفل معاه بتسمع صوت حركة غريبة في الأوضة، فبتقوم بسرعة تشوف الصوت ده جاي منين. بس فجأة البنت بتظهر لها وبتحط صوابعها في عينيها بطريقة متوحشة قوي لحد ما الست بتقع في الأرض وبتموت. وبعد ما بتموتها بتفضل تضحك بشكل هستيري. وتعالوا نرجع بقى قبل اللي حصل ده بسنة كاملة عشان نشوف سارة وصاحبتها دون اللي طالعة من حفلة وسكرانة جدا. وسارة بتقول لصاحبتها دون ما ينفعش تسوق العربية بحالتك دي، وبتقترح عليها يروحوا ياكلوا أي حاجة وتكون فائت شوية. في نفس الوقت بيظهر راجل لابس مهرج بشكل مخيف وبيكون شايل في إيده كيس زبالة. سارة لما بتشوفه بتتخض من شكله وبتخاف منه، بس دون بتتريق عليه وبتقوله مفيش حاجة، صاحبتي بس عايزة رقم موبايلك. وفجأة بيختفي من قدامهم. وبعدين بيروحوا المطعم بيتزا عشان ياكلوا، وبتفضل سارة تقلب في موبايلها لحد ما بيفصل. وبعدين بنشوف المهرج وهو داخل نفس المطعم وبيقعد في الترابيزة اللي جنبهم وبيفضل يبص على سارة قوي. سارة بتكون قلقانة منه وبتقول لصاحبتها تعالي ناخد الأكل ونمشي، لأنها بجد بدأت تخاف منه. فعشان تطمنها دون بتقوم تتكلم مع المهرج اللي ما بينطقش ولا حرف، وبتفضل تتريق عليه وبتستهزئ بيه وبتتصور معاه كمان. وبعدين بيجيله الموظف اللي في المطعم وبيقوله اجيب لك ايه تاكله، وبيكرر السؤال عليه مرتين، ولما بيلاقيه ما بيردش بيسيبه وبيمشي. المهرج بيقوم ياخد فلوس من على الترابيزة وبيشاور لسارة، بيحط الفلوس في مكنة الألعاب وبيطلع منها خاتم. وبعدين بيروح لسارة وبيمسك ايديها عشان يحط فيها الخاتم اللي طلعه، وبعدين بيطلب منها تكون حبيبته. فبيجي موظف المطعم يتعصب عليه وبيقول له اطلع بره، وبيرمي له الكيس اللي كان معاه. وبعد شويه ساره ودون بيخلصوا اكلهم وبيروحوا يركبوا العربيه، وبترمي ساره الخاتم اللي اداهولها المهرج في الشارع، وبيتفاجئوا لما بيعرفوا ان كوتش العربيه باظ وما معاهمش واحد تاني. فبتاخد ساره تليفون صاحبتها دون عشان تتصل باختها بيكي عشان تيجي تاخدهم بعربيتها، واختها بترفض لان عندها امتحان تاني يوم وقاعده بتذاكر. بس لما بتشوف صاحبتها جايه ومعاها واحد صاحبها بتقرر تسيبهم وتقوم تروح لاختها. فبتقعد سارة ودون في العربية يستنوا اختها على ما تيجي تاخدهم، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض عن المهرج الغريب ده. وبتقول سارة ان ممكن يكون المهرج ده هو اللي بوظ العربية، وده لانه شافهم في العربية قبل ما يدخلوا المطعم. دون بتهدي سارة وبتقول لها بطلي الكلام الهايف ده، وشكلها كده هي كمان بدأت تخاف. في الوقت ده العامل اللي في المطعم بينادي على الموظف اللي طرد المهرج من المطعم، ولما ما بيردش عليه بيفضل يدور عليه في المكان لحد ما بيشوف راسه متقطعة ومتولع فيها. العامل بيترعب جدا وبيجري بسرعة يبلغ الشرطة، وده بيكون مصيره لحد ما خلص عليه تماما. وهنا بتكون سارة عايزة تدخل الحمام، فبتشاور لها دون على واحد خارج من بيته وبتقول لها استأذنيه وادخلي الحمام بتاعه. وبالفعل سارة بتروح تعمل كده، بس الراجل بيقول لها ان ده مستودع وهو جاي يطلع الفيران اللي فيه. بس سارة بتفضل تلح عليه، فبيقرر ان هو يدخلها الحمام بشرط انها ما تتأخرش. وعلى ما وصلوا بيكونوا لفوا كتير، فبيأكد عليها انها تعرف ترجع للباب لوحدها. سارة بتكون قرفانة من المكان قوي، بس بتسمع في الراديو خبر عاجل بمقتل اتنين اتقتلوا بطريقة وحشية في مطعم البيتزا اللي كانت بتاكل فيه هي وصاحبتها، وان المشتبه فيه لابس لبس مهرج وكمان ماسك في ايده كيس زبالة. دون لما بتعرف الخبر بتتخض جدا وبتخاف لا يعمل لهم حاجة، خصوصا ان هي استهزأت بيه كتير. بس وهي بتفكر بتلاقيه فتح العربية وقاعد جنبها، وبتفضل تصرخ بصوت عالي قوي بس محدش بيسمعها.
وده لأن مايك اللي دخل سارة الحمام حاطط سماعات في ودنه ومش سامع ايه اللي بيحصل بره. وسارة لما بتخلص بتكون عايزة تخرج بس بتنسى الطريق اللي دخلت منه، لحد ما بتتفاجئ ان في واحدة بتيجي من وراها بتكون شكلها غريب. الست بتقول لها انت المستأجرة الجديدة مش كده، وبتعرفها على بنتها الرضيعة. بس سارة بتتصدم لما بتشوف البنت عبارة عن عروسة لعبة. سارة بتخاف من الست جدا وبتقول لنفسها ده اكيد مجنونة، وده لانها بتعامل العروسة كأنها طفلة فعلا. فبتستأذن منها عشان تخرج من المكان المرعب ده. بس سارة بتشوف المهرج قدامها وفي ايده مشرط وغرقان دم، فبتطلع تجري فورا وبتستخبى وسط العربيات منه. بس بيشوفها وبيطعنها في رجليها كذا طعنة بالمشرط اللي معاه، فبتقاوم سارة وبتكون عايزة تهرب بس بيمسكها وما بيرحمهاش، فبتضربه في المشرط في جنبه وبتجري تخبط على الباب على امل ان حد ينقذها. بس برضه محدش بيسمعها، فبتستخبى منه وبتكون ماسكة حديدة في ايديها على امل انها تضربه بيها وتخلص منه. في الوقت ده اختها فيكي بتكون رايحه لها في الطريق، بس بتسمع الاخبار في الراديو بتقول ان في مهرج بيقتل الناس بطريقه بشعه جدا في المنطقه اللي فيها اختها. ونروح لساره اللي اخيرا شافت مايك قدامها وبتفضل تصرخ وتنادي عليه عشان ينقذها، بس شكل الاغاني بتكون صوتها عالي جدا ومش سامعها. وفجاه بيجي لها المهرج وبيمسكها وبيدي لها حقنه تخدير. ولما بتفوق ساره بتشوف المهرج قدامها ومعاه اسلحه كتير جدا. بتنهار جدا وبتفضل تصوت وبتحاول تفك نفسها من الكرسي، وبيفضل يخوف فيها لحد ما بيمسك المنشار وبعدين بيقوم يكشف الستارة اللي موجودة في المكان. فبتتصدم لما بتشوفه معلق دون صاحبتها من رجليها. بتنهار قوي وبتفضل تصرخ وبتحاول تفك نفسها، لكن المهرج بيمسك المنشار وبيقسم دون نصين حرفيا. بتفضل تتحرك سارة جامد لحد ما بتفك نفسها من الكرسي، فبتضربه بسيخ حديد وبتطلع تجري، وبرضه بيقوم يجري يدور عليها لحد ما بيلاقيها. سارة ما بتستسلمش وبتمسك خشبة كبيرة وبتضربه بيها تاني. بيمثل عليها ان هو تعبان قوي ومش قادر يقوم من قوة الضربة، بس فجأة بيطلع مسدس من الأسلحة اللي معاه وبيضرب سارة في رجليها، وبعدين ادها طلقة في بطنها والطلقة التالتة في وشها. وكل ده بتكون سامعاه الست الغريبة اللي في المكان، وبتقول لبنتها ملناش دعوة بكل ده. وهنا المهرج بيجي تاني على سارة عشان يخلص عليها خالص، بس المسدس بيكون مفهوش رصاص، فبيروح يملى المسدس ويرجع لها. في نفس الوقت ده وصلت فيكي أختها للمكان، بتروح تشوفهم عند العربية بتلاقيهم مش موجودين، فبتروح للبيت اللي قدام العربية بس بتلاقيه مقفول، فبتبعت رسائل على موبايل دون، فبيرد عليها المهرج وبيكتب لها تدخل من الباب الخلفي للبيت وتعالي بسرعة عشان سارة تعبانة. وبعد ما ملى المسدس بيدي لسارة طلقة في عينيها عشان تموت خالص. بتكون الست الغريبة شافت المنظر ده، فبتطلع تجري فورا وبتحكي المايك على اللي بيحصل، وانه لازم يتصرف بسرعة قبل ما المهرج يقتلنا احنا كمان. بس مايك ما بيهتمش بكلامها وشايفها مجنونة، وبيقول لها يا وليه بطلي هبل بقى، وبيزقها وبيمشي. وبعدين بيتصل بواحد صاحبه عشان يجيله، بس فجأة بيجيله المهرج من وراه وبيديله بالشاكوش في دماغه وبيكسر له الموبايل. الست بتخاف على بنتها اللعبة فبتجري عشان تطمن عليها. بتنهار لما ما تلاقيش البنت في مكانها، وبتفهم ان المهرج هو اللي خدها، فبتروح له وبتتعامل معاه زي الاطفال وبتاخده في حضنها علشان يهدى. وبعد شوية بيوصل صاحب مايك للمكان وبيفضل يرن عليه، بس الموبايل بيكون مقفول وكمان الباب من بره بيكون مقفول فمش عارف يدخل له. وبنروح لفيكي اللي بترن على موبايل دون، فبتسمع الموبايل بيرن قريب منها، فبتمشي ورا صوت التليفون لحد ما بتنزل كاب واللي جاي منه الصوت. بتكون الصدمة لما بتشوف دون مقسومة نصين قدامها، بترجع تجري على فوق تاني وهي منهارة. بس فجأة بتسمع صوت حد بيصرخ، بتفكر انها سارة اختها، فبتجري بسرعة ناحية الصوت وبتشوف بنت سايحة في دمها على الارض، فبتفهم انها اكيد سارة. ولما بتجري عليها بتلاقيها الست الغريبة اللي كانت في المكان، بتكون بتموت بعد ما المهرج قطع صدرها وركبه لنفسه. فبتطلع تجري بسرعة بس مش عارفة تفتح الباب، والمهرج بيكون وراها وعمالة تصرخ قوي على امل ان حد يسمعها وينقذها. وهنا صاحب مايك بيفتكر ان في نسخة من المفاتيح تحت الدواسة، ولما بيدخل جوه بيلاقي الدم في كل مكان، وبيجي المهرج من وراه وده بيكون مصيره. وبالفعل بيخلص عليه. فيكي بتحاول تهرب من المكان، بس بيمسكها المهرج وبيخنقها بكيس عشان يموتها، بس بتقدر تقطع الكيس في اخر لحظة. وبعدين بتشوف قدامها مسمار كبير بتمسكه وبتضربه في رجل المهرج وبتطلع تجري. في الوقت ده بيفوق مايك من الضربة اللي خدها في دماغه،
وبيسمع صوت فيكي وهي بتصوت وبتستنجد بأي حد، لحد ما بتشوف أختها سارة وهي مقتولة بشكل بشع ومحطوطة على الكرسي، وبيظهر وراها المهرج وبيفضل يضرب فيها بسلسلة حديد لحد ما بيجرحها في كل حتة في جسمها. بس قبل ما يموتها بيجي مايك وبيضربه وبينقذها في آخر لحظة، وبياخدها وبيكلم الشرطة بيحكي لها اللي حصل، وبيأكد على الشرطة تيجي بسرعة فورا لأن حياتهم في خطر، وبيعرفهم إن في غرفة طوارئ في المكان هيستخبى فيها هو وفيكي لحد ما الشرطة تيجي، وبيسندها لحد ما يروحوا للباب، بس للأسف بيلاقيه مقفول بقفل، وبسرعة بيروح يدور على المفتاح عشان يخرجه، بس المهرج بيظهر قدامه وبيضربه بأنبوبة وبيفضل يدوس على وشه لحد ما بيكسره والراجل بيموت، وفيكي بتحاول تكسر القفل بحديدة وبتنجح، بس المهرج بيمسكها وبيفضل يخنق فيها، هي بتضربه في عينه وبتجري على غرفة الطوارئ اللي قال عليها مايك، لكنها بتبقى مقفولة وبتسمع صوت الشرطة بره، فبتقرب على الباب عشان تشوف، فبيهجم عليها المهرج وبيخبطها بالعربية، ولما بيغمى عليها على الأرض بيقرب من وشها وبيفضل يأكل فيه بشكل هستيري، وهنا بتيجي الشرطة وبتطلب من المهرج انه يرفع ايده، بس بيطلع مسدس من رجله وبيضرب نفسه بالنار عشان يموت المتوحش ده. وبتوصل جثة مايك والمهرج للمشرحة عشان يحللها الطبيب الشرعي، بس بيشوف وش مايك متدمر بشكل فظيع ما شافوش قبل كده، ولما بيفتح الكيس بتاع جثة المهرج عشان يشوف شكله النور بيفضل يقطع في المكان، والتليفون اللي في المشرحة بيفضل يرن، وأول ما الكهرباء بترجع لطبيعتها المهرج بيمسك الدكتور من رقبته لحد ما بيموته في إيده. ونروح لفيكي اللي بتكون خارجة من المستشفى بعد عمليات كتيرة جداً عشان نشوف ان شكلها بقى مشوه قوي، ونعرف ان هي البنت اللي نجت من المذبحة اللي اتكلمت عنها المذيعة في اول الفيلم، وبنعرف انها هتتحول لنسخة من المهرج بالظبط. ودي بتكون نهاية الجزء الاول. لو عايزين ملخص الجزء الثاني اكتبولي في التعليقات، يا رب يكون الملخص عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل الملخصات الجديدة، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.